انا زعلان وانا بتكلم معاكم النهارده عشان خلاص ما بقيناش نخاف على بعض زي زمان، ما بقيناش ايد واحده، ما بقيناش نحس ببعض زي الاول. في ناس هنا حكم الدار بقى تقيل على قلوبهم، في منهم اللي باين عليه ومخبي وفاكرني مش عارفه، وفي منهم اللي مش قادر يتحكم في تصرفاته وعمال يخالف في عرف الدار زي اخونا نصار كده اللي غلط مره وسامحناه مع انها كانت غلطه مش هينه. ودي الغلطه التانيه، اتعدى على اخويا ياسين. انا حكمت على نصار بالحبس اسبوع، يمكن لما ياكل وينام ويقعد لوحده يحس بقيمه اخواته حواليه. حكمت على ياسين بالحبس 3 أيام بس، وبقولها للكل، محدش هنا كبير على الحبس ولا على العقاب عموما. اللهم بلغت عبيدة. نعم يا عزيز. نفذ حكم الحبس في اخواتك. ما بلاش انا نفذ يا عبيدة، وانت بتوصله مسألهم لو محتاجين اي حاجة اقضاهم، ومن دلوقتي لغاية ما يخلصوا مدة الحبس انت مسؤول عنهم. حاضر يا عزيز، يلا اتحركوا قدامي، اتحركوا. مصعد مصعد قلت الناس خلي مزاج العب الاساس، مصعد مصعد قلت الناس خلي مزاج العب الاساس. وانت كنت فين لما كل ده حصل يا معتصم؟ جاي دلوقتي تقول لي حال الناجح مش عاجبك؟ حط صوتك يا فارس، العمدة ليها ودان. ايه جو الرعب اللي معيش نفسك فيه دي؟ صدقني يا فارس، عمتك كل يوم بتربي عداوه جديده في النجم والموضوع بيزيد. وانا مالي؟ انا ماليش صالح بالمشاكل دي، ولا بالعموديه ولا باهل النجم. وان كان على عمتي انا شاكك اصلا انها عمتي. كيف دي يا فارس؟ الدوار دي دواركم، والبلد دي بلدك، والعطارين طول عمرهم مع الناس مش عليهم. لا معاهم ولا عليهم. قلت لك يا معتصم انا ماليش صالح بالمشاكل دي. انت جيت لي يا فارس؟ اللي جيت لي؟ جيت يا معتصم بغير جو، كاني في الغردقة. لا، انت جيت لما داقت بيك دنيتك في القاهرة، جيت هنيه بلدك عشان تلاقي الأمان. تعاوز يا معتصم؟ تعترفنا أكتر من نفسي؟ لا، بس ما تنساش إنه إحنا عيال كنا بنلعبوا على زكايب القطن اللي كانوا بيشونوها في الشونة، وما تنساش كمان إن كنت بكسبك في التحطيم. تكسبني كيف يعني؟ فاكر ده معتصم لما كان عمك علي بيجري وراك بالخزرانه ويضربك على رجليك؟ فاكر، وفاكر كمان لما كان بيرمي الشباشب بتاعتنا في الترعه. ايوه انا فاكر. كان رزل قوي عمك ده زي عمتي. تصدق بالله كانت احلى ايام، كنا لسه صغيرين ما فاهمينش حاجه. ساعدني يا فارس نرجع هيبه العطارين زي الاول. عمتك كل يوم بتربي عداوه جديده، واللي جاي ما يطمنش، وانت الوحيد اللي هتعرف ترجع الهيبه دي. انت عليك بايه من ده كله يا معتصم؟ كل الخير اللي احنا فيه ده من العطارين، وابويا الله يرحمه وصاني ابقى في ظهر العطارين مهما حصل. اصيل يا معتصم، بس انا كنت فاكر ان انا بكسبك في التحطيم. بلاش كذب يا معتصم. ايه قصدك ايه بدي؟ عندي شهود. سراء، ممكن قلم الروج بتاعك ورجعه لك تاني؟ سراء، ايه ده؟ في ايه؟ مالك؟ مش عارفة هو ازاي قدر يستحمل ايه بعد الفترة دي كلها عني. هو انا كان مطلوب مني ايه؟ مش عارفة اي حاجة. أنا مبقتش عارفة هو بيحبني ولا بيكرهني، عايزني ولا لأ، هيرجع ولا لأ. أنا مبقتش عارفة أصلا أنا هنا ليه. أنا هنا ليه؟ قوليلي أنا هنا ليه؟ أنا مش عارفة. طب مهدي، ممكن تهدي؟ وبعدين اللي حصل مكنش سهل عليكي ولا عليه. أنت قلتي عليا يعني صح؟ أنا وهو كنا مع بعض، ليه سيبني؟ ليه سيبني لوحدي؟ مش المفروض نبقى مع بعض صح؟ طب ممكن تهدي؟ إيه ده عشان نعرف نفكر. بصي انا لو كنت مكانك كنت هتعملي ايه؟ قولي لي.
بص يا سارة، هو اختار اللي هو يروح يقعد في النجا، وانتي مش هتقدري تضغطي عليه عشان يرجع، بس تقدري تروحي له وتكوني معي. اروح له؟ مش جايز يكون هربان مني؟ ليه يعني؟ ليه؟ هو انت عملت ايه لكل ده؟ جدا مش عارف حاجة. طمني يا متر، لقيت حاجة؟ للأسف الاسم الوحيد المتشابه ثلاثي، بس أدهم زين صالح بيوم. بعد في الورطة دي؟ ورطة إيه يا جهان هانم؟ ما لو حضرتك تقولي لي إيه هي المشكلة يمكن يكون حلها عندي. ازيك يا شاهد؟ بخير يا يوسف. مش كنا هنا اللي كان بينا خلاص؟ ايه بقى الحاجة المهمة اللي راجع تكلمني فين عشان؟ معرفش، بس حسيت للحظة ان انا وحيد، مفيش حد حواليا، مفيش حد بيسمعني زي ما انت كنت بتسمعيني. واضح ان اللي انت جاي تتكلم فيه ملوش اي علاقة باللي كان بيني وبينك. مش بالظبط يوسف، حاولت تفهم ان انا واحدة انت علقتها بيك، وسبتها بحجة ان انت مش عارف تسيطر على مشاعرك وتايه والكلام الهبل ده. انا كل مرة بشوف فيها اسمك على التليفون بسجد لربنا، مشكور ان انت لسه فاكرني. فكرة بقى ان انت تكلمني كل مرة تكون عندك فيها مشكلة، دي بقت حاجة بايخة قوي. انت متتصورش اليوم اللي بشوفك فيه بيعدي عليا ازاي، واللي بعده واللي بعده. حرام عليك يا يوسف، يا تعرف انت عايز ايه؟ تسيبني في حالي بقى. شاهد، انا من اول يوم عرفتك فيه وانا كنت واضح معاكي وما وعدتكيش باي حاجه، بس قلت لي بحبك يا يوسف، وهي بحبك دي مش وعد يوسف. انا بقيت عامله زي العيل الصغير اللي كل يوم يروح يتفرج على اللعبه في الفاترين، لا هو معاه ثمنها ولا عارف يشتريه، وخايف يصحى في يومي يلاقي حد تاني اشتراها وبيلعب بيها غيره. طبعا عندك استعداد تسمعيني تاني يا يوسف؟ انت ايه، ما بتتعبش؟ انا همشي. كلام يخصك انت يا شهد. عايز ايه تاني يا يوسف؟ بحبك، بس بوضعي ده مش هقدر اوفر لك الامان، ولا حتى وقت ما تحتاجيني هتلاقيني. انت ليه مصر تحسسني ان انت في خطر؟ صارحني وريحني عشان انت كمان ترتاح. يا ريت، يا ريت كان ينفع. شميت برفانك عرفت انك هنا. اقعدي. انا مش مصدقه نفسي، كنت فاكرة انك هتقولي مشغول وتمشي زي كل مرة، مع اني عارفة انك ما بتبقاش مشغول ولا حاجة، بس بتهرب من اننا يكون بينا مواجهة. نوح ما بيهربش. امال ايه يا نوح؟ كل مواجهة وليها ميعاد، طالما ميعادها لسه ما جاش يبقى ما ينفعش انها تحصل. بس انا محتاجة المواجهة دي قوي، محتاجة اعرف انا ايه بالنسبة لك ورايح على فين. قلتلك ميعادها لسه ما جاش. ايه اللي جرالك يا نوح؟ انت محسساني انك ما كنتيش معايا السنين اللي فاتت، جاي دلوقتي تساليني ايه اللي جرالي؟ ما علشان انا كنت معاك كل السنين دي بسألك، وانت اكتر واحد في الدنيا عارف قد ايه انا بحبك. مش اكتر من فيروز وسعيد. يمكن فيروز وسعيد بيعتبروك كل دنيته، بس انا كمان بعتبرك كل دنيتي، ومش عاوزه منك اي حاجه غير انك تديني امل ان احنا ممكن نرجع زي الاول. مفيش حاجه بترجع زي الاول، حتى لو نفس الحاجه بتتعاد عمرها ما هتبقى زي الاول. ممكن في حاجات ما ترجعش زي الاول، بس في برضه حاجات بترجع اجمل. عارفه ليلى، انت كنتي اكتر حد انا بثق فيه لحد ما حبيتيني.
هو حب ليك بيقلل ثقتك فيا؟ حبك ليا خلاكي تتغوري اكتر من مره. حب ساعات بيعمي، وانا لولا اني كنت متفاهم ده كان زمانك بره البيت ده من زمان. ما بقتش عارف اعمل لك ايه عشان نرجع زي الاول. اعملي نفسك مش واخده بالك. انت امتى هتحس انك راضي؟ امتى هتحس انك ما بتسابقش؟ امتى هتبطل جري يا نوح؟ انا تعبت واتقطع نفسي من الجري وراك. والجري ده هو اللي مخليكي عايشه في مملكه محدش يقدر يهرب لها، عايشه وانتي متحوطه بالامان من كل الجهات. اي اتنين بيحبوا بعض لو عايشين فوق سطوح هيحسوا بامان. الامان مش حوالينا، الامان جوانا. مش عارفه ما بقيت اتكلم زيك كده ليه. ممكن بتحبيني اكتر بكتير، اكتر بكتير من الحب يا نوح. مفيش فايده من الكلام ده. طول ما انت مع عمي عبد الحميد مفيش اي حلول ممكن تنفع. طب ممكن نقعد مع بعض الاول؟ صدقيني انا هعمل اللي يرضيكي ياسمين. انا لسه بحبك. اياد بقولك ايه، الحل الوحيد عشان نقدر حتى نتكلم في رجوع هو انك تبعد عن عمي عبد الحميد وتبعد عن المجموعه خالص. احنا اكيد يعني مش هنعيش بنضحك على بعض، اكيد ما ينفعش نعيش مع بعض وانت في الموقف ده. اوعدك ان كل ده هينتهي بمجرد ما اخد اللي انا عايزه. انا كنت جزء من المجموعه دي لما صالح كان عايش، وفضلت جزء منها لما مامتك حملتني مسؤوليتها. اظن عيب قوي يعني لما اتفرج عليكوا دلوقتي وعمك عبد الحميد بياخدها منكوا بالزور. بس ده بقى جه على حساب علاقتي انا وانت يا ايد. واكيد انا مش مطلوب مني اضحي بحياتي واستقراري عشان خاطر العيله كلها. في مليون طريقه ثانيه كنا نجيب حقنا بيها من عمي عبد الحميد. انا ما بعملش ده عشان علاقتي بيكي بس، انا بعمل ده عشان ولاد زين العطار كلهم. ياسمين اطمني، الحكايه كلها مساله وقت. اياد اما تلاقي حاجه تانيه تقولها لي غير مساله وقت دي بقى كلمني. قصدك ايه؟ قصدي اني تعبت، مكالماتنا بقت روتينيه محفوظه، بنقول نفس الكلام وبنسكت نفس السكوت. المجموعه، عمك عبد الحميد، الورق، القضيه، مساله وقت. انا مش قادره استحمل، انا مش عارفه اخر ده كله ايه. اما يبقى في اخر بقى كلمني يا اياد، انا محتاجه اريح اعصابي. ماشي ماشي يا ياسمين اللي تشوفيه. الوكل يا علي. سلم يدي. سلم يدي على ايه بس؟ دي حيالله حته جبنه وجرجير. ولو كنت طبخت كنت قلت ايه؟ الحمد لله. شايفه العمارات العاليه اللي هناك دي؟ ايوه. تفتكر الناس اللي عايشين فيها مرتاحين؟ انت كنت مرتاح وانت ود العمده؟ لا. طب ودلوقتي مرتاح؟ برضه لا. والله مقصود، أنا قصدي الراحة الجوانية اللي ملهاش علاقة بأي حاجة واصل. الظاهر إن الرضا عندي مكملش. استغفر الله العظيم. محدش مرتاح يا علي، ولا اللي عايشين في الجسور ولا اللي عايشين في الحواري ولا حتى الناس اللي عايشة هناك. كل واحد فيه مكفيه. طب ناكل؟ ناكل. يا علي. يا مولانا. يبقى عدي على الريس رجب، انا كلمته بخصوصك، قلت له ان انت عايز تشتغل معاه على مراكب الصيد. اها، بشرة خير. الحمد مش عارف اقول لك ايه يا مولانا. لحسن ده انا عيني اتجورت من غزل الشبك.
مين ده يا مولانا؟ ده اليتيم، ربنا يعديها على خير. انت ليك عين تيجي هنا تاني بعد اللي عملته؟ أنا عيني تيجي في المكان اللي أنا عايزه، واللي مش عاجبه أخرم له عينه. ده أنت بجح أوي يا واد، لم نفسك يتيم وغور مطرح ما جيت. أنا لحد دلوقتي مش عايز أعمل معاك الغلط. اخص عليك يا رجب، وأنا اللي كنت فاكر إنك أول ما هتشوفني هتاخدني بالحضن وتقول لي وحشتنا أخويا. أخويا ما يسرقنيش يا هتقلب له من السرة. أمال بتسميها إيه؟ حقي. حقك؟ أيوه. الحكومة بتقول 10% على أي حاجة بنلاقيها. وأنت بقى كنت لقيتها؟ لقيتها في أوضتك يا رجب. في أوضتي؟ لا أقنعتني يا تصدق. بقى الناس تيجي تاخد فلوسها تلاقيهم ناقصين. أنا لولا أبويا الله يرحمه كان موصينا. كنت عليك. عملت إيه يا رجب؟ إيه؟ إشحال أنت كنت ناصب على الناس دي كلها؟ مالك يا صاحبي فيه إيه؟ مفيش، عيب من نوم قريف، قلت هب على أي حد لقيتك في وشه. وحشني. حتى رجع. وحشني يتيم. وأنت كمان يا أبو الرجولة. واقفين بتفرجوا على إيه؟ ما كل واحد يغور يشوف مصلحته. يلا يا عم أنت أهو. هات شاي لليتيم. أنت كنت فين هات كل المدة دي؟ نتشاق. في ايه يا سيف؟ ما هو اللي حصل ده يا اما يكون بعلمك فكده تبقى خليت بيا، يا اما يكون من ورا ظهرك فده يبقى عذر اقبح من ذنب. بقولك ايه يا عبد الحميد؟ ادخل في الموضوع على طول، انا ما عنديش وقت للتخريف بتاعك ده. تخريفي؟ احنا مش اتفقنا ان انا اللي هنزل الدوره دي في الانتخابات؟ ايه بقى اللي نزل مسعد محمدي؟ وانا مالي يا عم؟ ما تسال وفيق، موضوعك معاه هو مش معايا انا. وبعدين عشان اريحك وفيق راح للراجل والراجل رفض يتنازل. نعمل له ايه يعني؟ نخطفه؟ دلوقتي بقى موضوعي مع وفيق مش موضوعي معاك انت. طب وحياه شرفك الغالي اللي هكون اذيك وهتشوف انا هعمل فيك ايه يا سيف. يلا يا عم مع السلامه. طبعا سيف العزازي مش هيسكت، ده هيلوش شمال ويمين. بس احنا بقى مش هنستنى نشوف رد فعل منه، احنا هنلحقه على طول بالقلم التاني. ليه هو في عملية تانية؟ لا بس احنا هننقل بضاعتنا لمخازننا، وطبعا الداخلية وسيف هيبقوا مفتحين عينيهم قوي، واكيد هما الاثنين هيراقبوا الطريق الشرقي كله. واحنا طبعا مش هننقل من هناك. الله ينور يا يحيى. امال هننقل منين؟ احنا هنرجع لطريقه زمان، ايام الشغل ما كان على رواقه، ايام الخير. من متى اتفاق العمده بينحل يا وفيق؟ هو ايه اللي حصل يا عمده؟ لا والله كانك مش دريان. أنا مش جاي لك يا راجل تقول لمسعد يشيل الانتخابات من دماغه ويبعد عن الخبل ده. وأنا خدت بكلامي وكلمته بدل المرة اتنين وتلاتة، بس هو راكب دماغه. يبقى تكسرها له بدل ما يركبكم معاها، ويبقى حتة عيل صغار ممشيك وعيلة ملهاش كبير. عيب الكلام ده حاجي زينة، ما يصحش الحديث ده مع الرسول إلى البلاد. بقول إيه؟ طرطق لي ودانك يا حاج وفيق. نيابة المجلس دي اللي هي أنا، مش لحد غيري أبدا. بالذوق هاخدها، بالعافيه هاخدها. فانا بقول يعني بدل ما تقفوا قدام قطر العطارين انا خايف عليكم لا يفرمكم. انت بتهددني يا عبد الحميد؟ الصراحه يا جماعه صلوا على النبي، كل شيء يتحل بالتراضي. مفيش تراضي يا معتصم، مسعد مش راضي. قلت له محصوله اول محصول هيتباع وكلمته هتمشي على العوائل كلها، لكن مفيش فايده، مش راضي. مسعد ما بيترشيش يا عبده ولا يمشي مع نظامي. بس احنا وصلنا انك متفق مع مسعد يابا، ودي في جاره وبتسنده
عشان يكسب في الانتخابات. وصلك من مين يا إمام؟ خلاص بقيت تحط غربان على بيوتنا عشان توصلك أخبارنا؟ ما ترد يا بنت المحمدي، قاعدة هنا مع العطارين ونصباني معك كده. أها أديك وجعت بلسانك. مش عيب ولا حرام إن احنا نخش الانتخابات يا عمدة؟ في إيه؟ هم العطارين عايزين إيه تاني؟ مش كفاية عليكم العمودية؟ عايزين كمان البرلمان. الله هو أكبر، صح إنك راجل حسودي وقلبك أسود. قول قول، أتريست قلبك مغبر ولا انتوش ناسين اللي حصل زمان؟ ولا انتو نسيتوا يا عمده؟ شوفوا يا جزيره، احنا هنكمل في الانتخابات، وانتو لو الناس عايزينكم ويحبوكوا هينتخبوكوا، غير كده ما عنديش كلام تاني. خلاص؟ ده اخر قولك يا حاج وفي؟ وما عنديش كلام تاني يا عبد الحميد. يبقى تتفضل بالسلامه من غير ما تروت، وما اشوفش وش حد منكم احنا عندنا في الدوار تاني. ويكون في علمك عيله المحمدي كلها ملهاش عندي مظالم ولا ليها حماية، أما المجلس هناخده غصب عن عين التخين. واضحك براحتك كده بقى، إن شاء الله تقدري تبدأي. خلاص قصدك نبدأ؟ أنا كان نفسي أبدأ معاك الشغل من أول يوم في المجموعة، وأنا حاسة أني عايزة أشتغل، بس أنا راجع من سفر تعبانة ومحتاجة أرتاح شوية كده، وبعدين حاب أنزل أشوف في إيه، وأنا مش قلقانة عليك أنت قدها وقدود. ما تشليش هم خالص يا ماما، حضرتك ارتاحي زي ما انت عايزه، المهم تبقي كويسه، وبعدين تبقي تيجي تنوري مكتبك وقت ما تحبي. سيبك من الموضوع ده بقى، ممكن تقولي لي مالك؟ مالي فيا ايه؟ فيكي حاجه متغيره من ساعه ما رجعتي، كأن حاجه شغله بالك، بتفكري في حاجه ومش لاقيه لها حل. عارفه حبيبتي، ابوكي الله يرحمه كان هو الوحيد اللي بيعرفني حتى من غير ما اتكلم، بس ما تقلقيش أنا كويسة، مفيش حاجة. طيب يا ماما، هسيب حضرتك براحتك، وهقوم أنا بقى أشوف اللي ورايا، ما تقلقيش كل حاجة هتبقى كويسة. عن إذن حضرتك. خلصي اللي وراكي بقى. أوكي. رودي ازيك؟ مالك في ايه؟ انا عن نفسي ماليش، محتاج افهم انت اللي مالك، ما بتردش، مختفي، اظن ان انا من حق افهم. طفريش بقى يا رودي، كل الحكايه ان انا مسحول مع باباكي في الشغل، حتى اساليه. طب ما تعتبرني جزء من الشغل ده زي ما كنت بتعتبر زمان عشان توصل لسيف فيلا عزاز، ولا خلاص وصلت اللي انت عايزه ورودي ما بقاش ليها لازمه؟ ايه 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 الكلام الجديد اللي انت بتقوليه ده؟ مالك؟ في ايه؟ فين الواضح ان انا كنت السكه اللي انت مشيت فيها عشان توصل لسيف بالعزازي؟ انت عايزه ايه يا رودي؟ عاوزاك تفهم كويس قوي انا ابقى مين. تعرف كمان زي ما انا كنت السكه اللي توديك، اقدر كمان ابقى السكه اللي ترجعك، وخسران كل حاجه. ده تهديد بقى. بقى انت سيبني مستنيك جوه لوحدي وقاعد تحبني هنا؟ ده كلام يوسف بيه. كلم بيقول لك حب. منور. منورك يا ريس.
ابني كل ده. المهم انا عايزك في حاجه سريعه كده، بس دي ناجلها بقى عشان عايزك في حاجه اهم. قصدي حضرتك على العربيات اللي اتاخدت. اه دي الحاجه السريعه. الحاجه الاهم بقى، انت مزعل رودي منك ليه؟ ربنا ما يجيب زعل يا سيف بيه. اه ربنا جاب بقى، نعترض بقى ولا ايه؟ اوعى تفتكر ان نايم على ودني وسيف بيه. انا انقذتك من اللي انت فيه ده عشان مش عايز دوشه. يوسف، رودي دي بنتي الوحيده، اللي يزعلها يبقى بيزعلني انا شخصيا. تقلقش يا سيف بيه، رودي مش تزعل تاني، اوعدك. شاطر. ولدي الحبيب امير، أنا عارف إنك ممكن تكون شايل مني، طول عمرك شايل مني، معرفش ليه ومعرفش منين جبت الإحساس ده، ليه كان بيكبر فيك يوم بعد يوم، مع إني والله يا ولدي كان بيبقى قلبي بيعصرني عليك، لكن ما كنتش أقدر أميزك عن باقي ولاد الدار، كنت بخاف احضنك قدامهم عشان ما يحسوش انهم ناقصهم حضن اب. انا كنت ابوكم كلكم، الحمد لله اني سيبكم مع بعض، تاخدوا بيت بعض وتحافظوا على مكانكم. انا عارف انك هتكون قد وصيتي ليك، وعارف انك هتنفذها. كنت بدعي ربنا كل يوم في الصلاة إنك يوم ما تقرأ الورقة دي تنفذ اللي فيها. الصندوق دي فيه مفتاح من ضمن مفتاحين لباب الأمانة، اللي كانت حمايتها شركة بيني وبين زين، وكل واحد فينا كان لابد يختار أطهر قلب من ولاده عشان يرمي عليه الحمل التقيل ده. زين العطار اختار حسن يخلفه في حماية الأمانة، وعشان كده جابه يتربى في الدار ويكبر وسط جدرانا. وأنا كمان اخترت اللي هيخلفني في حمل الأمانة، أخوك عزيز. سامحني يا ولدي. ليلى هانم، يا رب تكوني بخير يا فندم. الحقيقة كنت محتاج أشوف حضرتك. آه يعني موضوع مهم عايز أتكلم مع حضرتك فيه. بخصوص الشغل طبعا. صدقيني يا ليلى هانم، المقابلة دي هتفرق كتير. أشكر حضرتك جدا، في انتظارك إن شاء الله. يعني إيه؟ يعني إيه بقى أنت اللي تورث الأمانة؟ وأنت أصلا مش من صلبه. هو قال يعني إيه يا أمير؟ ما الوصية قدامك أهي. وصية؟ وصية يا حسن؟ ولاش ضمنني دي الوصية؟ إيه اللي يضمن دي؟ إن مش أنت اللي مرتب كل الحاجات دي. أنا يا أمير؟ انت بتشك ان انا ممكن اعمل كده؟ وما تعملش كده ليه؟ ما انت بقالك مده كبيره الدار ومبرطع فيها زي ما انت عايز. فين يا امير؟ ما تخلي بالك من كلامك شويه. وبعدين كلنا عارفين عزيز كويس. الامانه دي حق، وورثي هاخده، والظلم ده انا مش هسكت عليه. سامع؟ مش هسكت. بعدين ممكن انت كمان مرتبها معايا. انت بتقول ايه يا امير؟ انت اتجننت؟ حاسس ان الامانه دي مش جايه وراها غير المشاكل يا حسن. وديك شفت اهي، بدات بامير. ربنا يستر يا عزيز. الاختبار بيكون على قد المسؤوليه. مسؤوليه كبيره قوي. واحنا ان شاء الله قدها.